انا فتحت دلوقتي الهلب بتاع فلاش عشان عايز اعمل كوبي وبيست لجزء من التكست. هعمل كوبي، هقفل الهلب تاني، وعايزك تبص على حاجه. بص الفونت ده اكبر من الفونت ده. لو هنعمل لهم بيست في فلاش عايز اعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. اول حاجه هعمل تكست اريا، تمام، وهحاول اكبرها كده شويه واجي جواها اقول له بيست، تمام. لو انا كنت حطيت التكست السيمبل بتاعت الماوس اللي معاها ايه وعملت بيست على طول، كان هيعملهم لي سطر واحد او سطرين ورا بعض. نشوف ازاي. كليك تاني، حط لي الساين، كنترول وفي، بص عمل ايه. فانت لو هتعمل بيست التكست مساحته كبيره، بنصحك ان انت توسع المساحة بتاعة التكست اريا قبل ما تعمل بيست الاول. اوكي، ادي اول حاجة. تاني حاجة زي ما انت شايف ان هو خد الفونت اللي هو كان كبير والفونت اللي كان صغير وحطوهم بفونت واحد وبنفس الكولر اللي كان موجود في ال اسمه في البروبرتي بتاع التكست اللي هو البلاك اللي كان لونه رصاصي من شويه. انا عدلته دلوقتي، بس عايز اوريك حاجه. getting the most of the flash document documentation، زي ما انت شايف دي كانت حجمها اكبر شويه. طيب عشان ارجعها مكانها لازم نيجي على الجزء ده اللي معمول له سيلكشن ونصغر الحجم شويه، تمام كده معقول. ايه تاني ممكن نعمله واحنا بنتعامل مع مساحات كبيره من فلاش من التكست جوه فلاش؟ ان انا مثلا اسلكت كله كده، او اسلكت الجزء اللي انا عايز اعمله سلكشن. الجزء ده محتاج ان هو يتعمل له سبريدنج جوه مساحه الشغل، فانا ممكن اعمل كده اشوف هيصغرهم ولا لا. صغرهم بس مش بيظبطهم قوي. طيب اقرب حاجه اعملها ان انا اجي هنا وعلى البوتن ده اللي هو الاين سنتر، اكليك كده مش كويسه قوي برده. طب اجي على اللي بعده اللي هو جاستيفاي، شوف هيعمل لهم جاستيفاي هيبقى شكله ايه. كده معقول قوي، كده جاستيفاي ده بقى شكله كويس، تمام. كده بقى عندنا التكست شكله كويس، لو العنوان بتاعه شكله كويس. لو عندي عنوان كبير محتاج ان هو يبقى لوحده ويبقى شكله كويس وما اضطرش ان انا اغيره كتير او ان انا الخبط الدنيا وانا بشتغل. افضل حاجه ممكن اعملها ان انا اخده كده لوحده واعمله كات، تمام، واجي اعمل تكست اريا تاني واختار لونها خليها بلاك والفونت سايز بتاعها خليه مثلا 24 واكليك هنا واعمل له بيست، تمام. وممكن اسلكته كده تاني واقول له ان ده بولد، تمام. طيب مكان التكست اريا ده ان هو يبقى فوق هنا. اوكي، كده عندنا حاجه كويسه جدا. لو عملنا تيست الموفي بتاعنا كنترول وانتر، كده بقى عندنا مساحه تكست كويسه جدا مكتوبه بشكل كويس. طيب الحاجات دي لازم تجربها معايا عشان تعرف اللي انت هتعمله ايه بالظبط. زي ما انت شايف لو انا بسلكت مساحه شغل بيظهر لي الجزء اللي هو الفريم الازرق ده، ده بيقول لي ان ده الاريا دي ستاتيك تكست. خليك فاكر كنا قلناها من شويه ستاتيك وديناميك وانبوت، احنا بنشتغل فين؟ في الستاتيك تكست. طيب طبعا انت عارف تقدر تغير الفونت ازاي وتقدر تغير كل حاجه ازاي، تمام. وبمجرد ما التكست بتاعك بيبقى دايره اللي حواليه لونها ازرق، ان انت تقدر تعمل له دراج عن طريق التول بتاعتك اللي هي السليكشن تول، تمام. وفي حاجه ثانيه ممكن نعملها. اول حاجه ممكن نعملها نعمل ايه؟ انا ممكن اسلكت ده كله كده، تمام، وهوريك شويه اوبشن صغيره. الكيرسر ده اللي هو جنبه فيو ايه
بيعمل حاجة اسمها تباعد ما بين مساحة الحروف. بص، مساحة الحروف المساحة اللي ما بين كل حرف والتاني بتقل، تمام؟ ممكن حتى لخبطهم لنا كده حتى، تمام؟ افضل حاجة ان انت تسيبه على الزيرو، ده الديفولت بتاعه. ممكن تزوده شوية الاتنين مثلا كده، هيديك فونتسي شكله كويس شوية، تمام؟ كان في حاجة تاني كنت المفروض ان انا اقولها لك. درس اللي فات قلت لك على حكاية تايمز نيو رومان. خليك فاكر تايمز نيو رومان وفردانا وإيريال وسان سيرف، الثلاث فونتات دول لو انت بتعمل تكست مش عنوان، يعني بتعمل تكست اريا يعني مساحة مقروءة مش عنوان، يعني العنوان اعمل عنوان بأي فونت وخلي شكله حلو، او الفونت بتاعه يبقى فاضي وجميل وشكله حلو وحوله من تكست لسيمبل. يعني انا مثلا هفترض ان انا عايز اكونفرت ده، هعمله كونفرجن مثلا لحاجة شكلها حلو كده وجميلة، تمام؟ دور على فونت كويس، مش مايكروسوفت سان سيرف، خليك فاكره سان سيرف ده، وخليك فاكر الاريال، تمام؟ اريال واخواته، تمام؟ وخليك فاكر فردانا. فردانا فين؟ مع البي اهي فردانا، تمام؟ الفونت فاميلي دول موجودين على كل سيستم، يعني سواء كان ماك، سواء كان لينوكس، سواء كان اكس بي، سواء كان 2000، سواء كان 98. الاربع فونتات اللي انا قلتهم لك دول اللي هم فردانا واريال وسان سيرف وتايمز نيو رومان، دول موجودين على كل اوبريتنج سيستم اللي موجوده في الدنيا. هقول لك ليه انت عايزك ترتبط بالفونتات دي كمان شويه. الاول انا هعمل الاتي، ان انا هروح على الفونت اللي هو اللي فوق ده واختار له فونت ظريف كده، تمام؟ والفونت ده هغيره لتايمز نيو رومان. اوكي، مش وحش قوي، معقول كده، تمام؟ بس محتاج حجمه يزيد شويه. اوكي، الفونت ده انا ممكن اعمل فيه ايه تاني عشان اخلي شكله كويس؟ ان انا سلكته كده وازود الفونت بتاعه شويه، ده هيخرج بره. اوكي كده كويس قوي، و اعمل له سكيو، تمام؟ اقره بره كده شويه. اوكي، وسلكته واعمل له كنترول وبي وكنترول وبي تاني، تمام؟ ده كده ما بقاش فونت، ده اتفك ما بقاش فونت. يعني لو عملت سلكت الحرف ال N دي وعملت دراج، بص ايه اللي بيحصل، بلزق الحروف وبعد هعمل كنترول وزاد، تمام؟ ده بقى جرافيك، تمام؟ وافضل حاجه كمان ان انا اعملها ان انا اسلكت ده كده واعمل له جروب كنترول وجي، تمام؟ ده كده بقى جرافيك، يعني ده بيتعبر عنه كجرافيك كفيكتور جرافيك، تمام؟ لكن اللي تحت ده لسه فونت. ايه بقى اللي بيحصل وايه اللي انا قلته لك من شويه، ان انت ترتبط بالحروف بالفونتات اللي انا قلت لك عليها. لما انت بتعمل فلاش فايل وبتحوله لصفاف كده كنترول وانتر، اللي بيحصل هو التالي، ان فلاش بيقول ان هنا A و B و C و D الحروف، والفونت بتاعهم اللي انا عامله اسمه كذا. لو انا ما لقيتش اسم الفونت ده عندك على الجهاز بتاعك كيوزر، اللي هو الصفايه ما بتلاقيش الفونت على الجهاز بتاعك كيوزر، فبتعمل حاجه تانية ان هي بتنقي اقرب فونت وتشتغل بيه. فانت ممكن تبقى عامل حاجه شكلها كويس جدا ومنقي فونت شكله حلو قوي، ولما بتعمل له تيست على المكنه بتاعتك كل حاجه بتبقى زي الفل، بمجرد ما بيتنقل يروح على الجهاز بتاع واحد تاني، او الويب براوزر بيعرضه على جهاز واحد تاني ما عندوش الفونت اللي عندك، فما بيلاقيش الفونت، فبياخد
اقرب حاجة له، فيطلع اللي انت عامله بشكله تاني مختلف خالص. فانا بقول لك الحاجات اللي هي التكست، المساحات الكبيرة اللي هتخليها تكست خليها خليك في المضمون، الاربع فونتات اللي انا قلت لك عليهم. الحاجة اللي انت عايز تلعب فيها وتخلي شكلها حلو حولها لجرافيك كده، كويس؟ اوكي. ايه بقى حكاية الفونتات دي؟ اول حاجة بص على الاوبشن اللي تحت ده مكتوب فيه ايه؟ use device fonts، يعني اي فلاشة هتروح عند واحد تاني هتستخدم الفونتات اللي على الجهاز بتاعه. لو انا هفتح الفونتات من هنا وانت هتفتح الفونتات عندك على الجهاز بتاعك، ممكن تلاقيهم اكتر من عندي او اصغر من عندي، وممكن تلاقي حاجات من دول مش موجودة عندك خالص، لان انا مثلا نزل ابليكيشن تانية، منزل مثلا كورل درو، منزل فوتوشوب، منزل اي حاجة من الابليكيشن دي بتنزل معها فونتات، فانت مش هتلاقي الفونتات دي عندك. وممكن يكون انت عندك برامج الفونتات بتاعتها مش عندي، مش بالنقص ومش بالزيادة، فرايتي حسب انت على جهازك ايه. يوز ديفايس فونت دي اول حاجة بترحمنا منها حكاية الفونتات الرئيسية، لان الاربع فونتات اللي انا قلت لك عليهم غالبا 99.9% ان هم موجودين على كل اجهزة الناس، تمام؟ طيب نشوف ايه الاوبشن اللي وراه. اوكي، بيت ماب تكست نو انتي الايز. بيت ماب تكست ده حكايته حكاية تانية. البيت ماب تكست ده لما بتعمل فونتات صغيرة خالص، بتعمل يعني مثلا بتعمل ليبل على بطن. يعني ايه ليبل على بطن؟ يعني عايز تحط مثلا انتر على زرار مساحته صغيرة قوي قوي قوي، تمام؟ بس عايز تخلي الانتر دي باينة. لو انت كتبته بفونت عادي، بمجرد ما تصغره، بمجرد ما هيلزقوا في بعض، يعني السبيسز ثانية واحدة. اوكي، السبيسز اللي ما بين، يعني مثلا انا شايف الكرسر بتاعي عند نهاية البي، لو انا خدت البي دي وصغرتها قوي مش هيبان. عشان اوريك ايه اللي بيحصل بالظبط لو انا خدت، انا دلوقتي هما بيت ماب نوت انتي الايز، تمام؟ لو خدت الفونت تول بتاعتي او التكست تول بتاعتي وصغرت الفونت ده ل 8، تمام، وعملت كليك كده، هما يمكن مش مقروئين بالنسبه لك كده، لكن لو عملت كده كنترول وانتر وزوم ان، ده اللي هيبقى باين، تمام. لكن لو خدت فونت عادي، تمام، اوكي، وغيرته لتايمز نيو رومان مثلا، تمام، غيرته لتايمز نيو رومان وخليته انتي الايز فور انيميشن، تمام، وبصيت عليه كنترول وانتر، ده اللي واضح. هو واضح مقروء لكن التاني كان مقروء وهو صغير، تمام؟ يعني التاني وهو حجمه كده ممكن يبقى مقروء، لكن ده الانتي الايز او الانتي الايز يعني بينعم الحواف بتاعة الكتابة، تمام؟ انتي الايز حاجة كويسة لما بتتعامل مع فونتات معقولة، يعني مقروءة من فوق ال 12، تمام؟ نيجي تاني نتكلم عن الحاجات اللي موجوده هنا. انتي الايز فور انيميشن، وفي هنا انتي الايز فور ريدابيليتي. انتي الايز فور ريدابيليتي حتى لو كان حجم الفونت بتاعك كويس، يعني هنخليه مثلا 10، تمام، معموله انتي الايز ومتنعم خالص، بس زي ما انت شايف لسه مقروء، تمام. كاستم انتي الايز ده بتلعب فيه في درجه النعومه بتاعه الحواف بتاعه الحروف، بتعمل كاستمايزيشن. يعني انا لو جيت هنا خليت ده كده وخليت ده كده، قلت له اوكي، تمام، اوكي، التغيير مش باين قوي. اوكي، هنبقى نبص عليها في اكزامبل تاني لوحدها، بس انا كنت عايز اشرح لك دول. ايه تاني موجود تحت هنا؟ احنا قلنا الفونتات وقلنا ان احنا بنغير المساحة، دول الاكس والواي والزد بوزيشن. الاكس والواي والزد بوزيشن هنتطرق لهم
كتير قوي في المرحله الجايه، بس خليك فاكر ان دول بيغيروا ان انت عندك الكوردينيت بتاعت الكانفاس بتاعك، ودول الاكس والواي والزد بتوعه. يعني لو عملت دي خليتها زيرو تمام، غير لنا حجم ال مساحه الشغل بتاعتنا. دوس كنترول وزد، كنترول وزد. اوكي، هو ده الويتس وده الهايت وده الاكس والواي، الاكس والواي بتوعنا. الويتس اللي هو الويتس بتاع الويتس ده الويتس تمام بتاعت مساحه الشغل، والهايت هي الارتفاع بتاع مساحه الشغل. فانت ممكن تعرف الفونت بتاعك تمام، تعرف ان ده 10 لونه اسود تايمز نيو رومان، وتحفظ كمان المساحه بتاعته عشان لما تنقل من سبيس، يعني تنقل من سين لسين او من فيو لفيو، تحافظ على المساحه اللي انت بتكتب فيها من فيو لفيو تمام. الجزء ده اللي هو الاكس والواي تمام، البوزيشن كنت لسه بقول لك عليه من شويه اتلخبطت للاسف، ده بينقلك من هنا لهنا برضه. انت هنا ممكن تحافظ على البوزيشن بتاع الحاجه بتاعتك بالظبط مكانها فين، يعني انت هتنقل لموفي كليب تاني او سين تاني، فالانيميشن ده او التكست اريا دي هتبقى مكانها من هنا لهنا. هدوس كنترول وزد ارجع في اوكي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه ممكن نغطيها عن التكست. فاضل الفلتر تمام، والفلتر هنغطيها في شابتر تاني لوحدها. اشوفك بقى الدرس الجاي. لحد ما اشوفك المره الجايه، طلبي الدائم، افتح ملفات فلاش، اعمل اللي انا بعمله، ارتجل، اغلط، حط لايرز، حط تكست، حط سيمبل، اعمل انيميشن، اعمل موشن توين. لازم تغلط عشان تعرف الخطا فين. في حاجه ظريفه قوي، في مثل مصري بنقوله عندنا، كل شيخ له طريقه. يمكن لو اكتشفت طريقتك انت تفاجئ ان انت بتعرف تشتغل احسن مني. جرب واغلط وارتجل وطلع احسن ما عندك. اشوفك الدرس الجاي.